المقدمة نتابع صايب هنا لحمد بن الضعيف بن حمد بن غدير الاجتبي من ينطلق على الصدارة على المقدمة، بينما هناك معزز راشد بن مقبل بن مرزوق العجمي من يأتينا ويتسلل بهذه اللحظات إلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني هنا المختبر انطلاقة سيف بن فالح، سيف بن محمد بن فالح الشامسي يقدم لنا المختبر على المركز الثاني. المركز الثالث يأتي صايب لحمد بن ضعيف بن حمد بن غنير لجتبي وبن زيتون يقدم لنا مياس حمد بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري مع مياس رابعا. والمركز الخامس هنا منطلقا بهذه الأداء مداهم وعبد الله بن علي بن راشد بن معيصم لجتبي يأتينا خامسا. المركز السادس سياف محمد بن علي بن عبيد بن رشيد لجتبي من يقدم لنا سياف ذي الانطلاقة على المركز السادس. المركز السابع شعار هنا يأتينا بهذا الانطلاق والتحدي وقاد مبارك بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي مع وقاد من ينطلق هنا سابعا. المركز الثامن عندك يا بن محروم هنا من يأتي مع ولد الزود عامر بن عبد الله بن محيروم المحرمي يقدم لنا ولد الزود هذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل وصل هنا وصل متعب بانطلاقته وتحدياته. هنا أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة من يقدم لنا متعب هذا الانطلاق وبهذا الأداء. هذه هي العشرة الأسماء الأولى المنطلقة بالتحديات والمنطلقة بالإثارة. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. والمنطلق المختبر السيف بن محمد بن فالح الشامسي من يأتي بالصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول. المركز الثاني صايب حمد بن الضعيف بن حمد بن غدير الاجتبي من ينطلق بصايب على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث مياس محمد بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري آتي بهذا الأداء الجميل. وهنا وصل متعب، وصل متعب هنا مع أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة من يقدم لنا متعب. هناك معزز راشد بن مقبل بن مرزوق العجمي من الجانب الآخر خامسا. المركز السادس يأتي نبه حمد بن محمد بن قناص العامري قدم لنا نبه هذا الانطلاق والتحدي الجميل. هنا سياف على المركز السابع، سياف محمد بن علي بن عبيد بن رشيد لجتبي وولد الزود عامر بن عبد الله بن محروم المحرمي. هنا يأتينا ثامنا. المركز التاسع الجانب الآخر عار بن حمودة أن يأتي بهذا الانطلاق والتحدي مع الغزال علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري. وعلى المركز العاشر مجد بخيت بن راهد بن سيف الشامسي من يقدم لنا مجد على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول. معزز هنا من غير على الصدارة على المقدمة راشد بن مقبل بن مرزوق العجمي من غير بصدارة غير بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. غادرنا الكيلو الأخير هنا بانطلاقات وتحديات هذا الشوط، شوط الختام هنا مع أبناء القبائل. يأتي سياف على المركز الثاني، محمد بن علي بن عبيد بن رشيد لجتبي من الجانب الآخر، مجد بخيت بن راهد بن سيف الشامسي، ويأتي متعب على المركز الرابع. هنا أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة من يقدم لنا متعب ذي الانطلاقة. هنا وصول مختبر سيف بن محمد بن فالح الشامسي، ولكن مجد على الصدارة، مجد على المقدمة على المركز الأول يسيطر على زمام الأمور. مجد المنطلق بالصدور وبخيت بن راهد بن سيف الشامسي من ينطلق مع مجد على الصدارة، مجد المختبر، مجد بالأداء، مجد هنا بالتحدي. هو تشاهدون مجد 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 سلام مدينة العين، سلام على هذا الأداء. ولا ننسى المختبر،
البارة وإنتاجه المميز. سلام لك للمختبر على هذا الأداء الجميل لمجد وانطلاقته. خيط بن راهد بسيف الشامسي أنينة وناموس على فوز مجد بالمركز الأول ولحظة وصوله إلى الفوز وإلى الناموس. المركز الثاني سياف حل الثاني محمد بن علي بن عبيد بن رشيد. المركز الثالث وصل متعب هنا لأحمد بن سالم سعيد المنانة. معزز أتانا راشد المرزوق العقبي على المركز الرابع وخامسا. وقاد مبارك بن راشد بن محمد بن ثابت الخيلي. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. ذعناها على حضراتكم. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول مجد إلى الفوز وإلى الناموس بخيط بن راشد بن سيف الشامسي. تهانينا له على هذا الفوز المميز لمجد هنا. وتوقيت الزمني 6 دقائق هي الحاضرة. انطلاقات وأربع ثواني 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني كان من نصيب سياف محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي قاطعا المسافة في 6 دقائق 7 ثواني 5 من الأجزاء من الثانية. بينما ثالث مراكزنا كان متعب محمد بن سالم بن سعيد بن منانة سجل 6 دقائق 7 ثواني 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. تهانينا للجميع وإلى ملخص سباق صباح هذا اليوم.